للحديث عن تداعيات جلسة البرلمان والتي تزامنت مع تظاهرات رافضة من أنصار الصدر وقصف قرب المنطقة الخضراء، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، بداية مرحبا بك. بعد تظاهرات الصدر التي هي مستمرة منذ يوم أمس، مصدر أمني يعلن عن سقوط 4 صواريخ من نوع كاتيوشا قرب المنطقة الخضراء، إلى أي مدى ترى أن هذا يعتبر ردا من قبل الصدر بعد الجلسة؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الكرام. الحقيقة يعني أقل ما يقال عنها هي هذه يعني مسرحية مأساوية يمر بها الشعب العراقي. يعني انتخابات مر عليها أكثر من 11 شهر وهذه نتائجها، يعني لا انتقال سلمي للسلطة ولا تشكيل أغلبية ولا انتخاب رئيس جمهورية ولا تكليف شخص لرئاسة الوزراء أو تشكيل الكابينة الوزارية. يعني هذا الوضع الحقيقة بصواريخ كاتيوشا وغيرها، هذا شيء مأساوي بالتأكيد، ويدل على أنه هذه الطبقة السياسية أو الطغمة الفاسدة لا يمكن أن تصل بالعراق إلى بر الأمان على الإطلاق. يعني شئنا ما بين الصراع هو صراع محتدم، وإحنا أيضا توقعناه على شاشتكم الموقرة حتى منذ قبل يعني ظهور النتائج النهائية للانتخابات في 10/10/2021. كان هناك توتر لأنه كان هناك مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات، يعني المشاركة كانت أقل من 15% من الشعب العراقي، وهذا يدل دلالة واضحة على عزلة هذا النظام أولا، والصراعات المحتدمة بينهم بين هذه أطراف العملية السياسية على المناصب وعلى الامتيازات وعلى الثروات. دكتور حامد، كيف تنظر إلى المراوغات السياسية الأخيرة، لا سيما استقالة محمد الحلبوسي ثم التصويت على رفض هذه الاستقالة؟ هي هذا شكل، هذا فصل ايضا يعني بسخريه الحقيقه، يدل على انه الولاء ليس للوطن، يعني الولاء ليس يعني ناتج عن القسم على الدستور. يعني لم ادى هذا الرجل، اولا هو عضو مجلس نواب، ثانيا انتخب ايضا رئيس لمجلس النواب، وهذه شخصية المفروض تكون بها اعتبارات وطنية مهمة. لما يقسم على الدستور أو يحلف ولاء يكون للوطن، يتحول بين ليلة وضحاها إلى ولاءات أخرى، يعني بدل ما يكون هذا الولاء لمصلحة الشعب العراقي يتحول إلى زعيم الكتلة التي تظهر أقوى بشكل قوي عن الكتل الأخرى. فهذه الحقيقة يعني سخرية مراهقين بالسياسة، يعني هذه احنا نسميها يعني عفوا وعذرا للتعبير، يعني هذه يسموها لعب زعاطيط بالتعبير العراقي، يعني بين ليلة وضحاها أن ينتقل هذا الولاء لمصالح شخصية من هذه الكتلة إلى تلك، ويتركون الشأن العراقي، شأن الشعب العراقي الآن يتفاعل بالضد من كل المصالح، كل أفق لا يوجد لهذه الاستجوابات وهذه الاستفتاءات اللي موجودة الآن بالشارع العراقي، دل دلالة واضحة على أنه الشعب يعاني الأمرين على يد هذه الطغمة. يعني بدل ما تحل مشاكل وأزمات العراق الاقتصادية والأمنية وهذا الفقر المستشري والفساد المستشري، تنشغل بهمومها الخاصة بالاستحواذ أكثر من ضمن على هذه الهموم الخاصة. دكتور أيضا دكتور حامد، خلاف بين تجمع السند الوطني والإطار التنسيقي، ما انعكاسات هذا الخلاف على الإطار؟ هذا هو حتى في داخل الإطار الآن عزيزي بشكل واضح، الآن جزء المجزأ وقسم المقسم، الآن لا توجد اتفاقات ثابتة. يعني احنا شفنا ائتلاف يعني إنقاذ وطني اللي هو كان الحلبوسي جزء منه، يعني خرج من هذا التحالف بعد ما السيد مقتدى الصدر ترك المجلس النواب ب 73 مقعد وانتقل إلى الشارع، وهذا الصراع محتدم، هذا الصراع الآن يتصاعد يوما بعد آخر، لأنه هناك مصلحة شخصية، هناك أيضا أجندات خارجية، لا هؤلاء لا يتحكمون
بسلطة القرار بمفردهم من منطلق المصلحة الوطنية، وإنما من مصالح الدول الإقليمية، يعني إيران وأمريكا من جهة ثانية. الحقيقة هذا اللي يشهد العراق الآن، حتى القصف الآن اللي موجود، يعني هذه مسائل مأساوية الآن. يعني في ظل هذا التوتر حقيقة. دكتور، في ظل هذا التوتر، هل تعتقد أن التصعيد قادم، لا سيما وأن هناك تقارير دولية غربية تتحدث عن اقتراب انهيار النظام السياسي في العراق؟ بالتأكيد المقومات الانهيار موجودة، يعني قبل هذه الفترة، يعني لكنه تم ترقيعها، تم الاتفاق خلف الكواليس خلف الستار بين أمريكا وإيران أنه يبقون على هذا النظام وإجراء ترقيعات مؤقتة، هذه منذ الانتخابات 2018 وحتى اللي سبقها، لكنه الآن استفحلت الأمور، لأنه الآن لا يعتبر الآن الوضع لا الإقليمي ولا الدولي ناهيك عن الوضع الداخلي هو طبيعي، لذلك مشاكل العراق وأزمات هذا النظام الآن بدأت تتفاقم، بدأت تستفحل، النظام معزول عن شعبه، لذلك الشعب العراقي يجب أن يقول كلمته. احنا مقبلين خلال اليومين القادمين إن شاء الله هناك تعبئة شعبية لثورة تشرين المباركة أن تعيد جذوتها المتقدة في نفوس العراقيين وتتحول إلى فعلا ثورة عراقية كبرى، ليس فقط الإطاحة بهذه الطغمة الفاسدة واسترداد الوطن، وإنما أيضا يجب على يد أن نطرد كل الأجانب اللي موجودين، كل القواعد الأمريكية وكل الميليشيات وكل النفوذ اللي موجود. هذه الحقيقة هي سنة الحياة، يجب أنه الشعب العراقي يعيش حال شعوب الدنيا، يعيش بأمان واستقرار ورفاهية، يتمتع بثرواته، بدل ما تبقى الأمور سائبة بهذا الطريقة الفوضوية اللي أرادتها أمريكا وإيران للشعب العراقي للأسف الشديد. شكرا دكتور. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا.